عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. اليوم راح نبدأ بأبيات شعرية. يلي بده يكتب يكتب. إليك إلهي العرش أشكو تضرعا. إذا ما لحقته لعيدهم. إليك إلهي العرش أشكو تضرعا وأدعو في الضراء في الضراء ربي لتسمع. وأدعو في الضراء ربي لتسمع. إلهي فمحقق ذا الرجاء إلهي محقق ذا الرجاء وكن بنا وكن بنا رؤوفا رحيما مستجيبا لنا الدعاء. إلهي فمحقق ذا الرجاء وكن بنا رؤوفا رحيما مستجيبا لنا الدعاء. فيا محسنا قد كنت تحسن دائما فيا محسنا قد كنت تحسن دائما يا واسعا قد كان عفوك أوسع. إذا قلنا أوسع أصح للبيت إذا قلنا أوسع أصح للغة. فيا محسنا قد كنت تحسن دائما ويا واسعا قد كان عفوك أوسع. نعوذ بك نعوذ بك اللهم من سوء صنعنا نعوذ بك اللهم من سوء صنعنا فإن لنا بالعفو منك لمطمع. فإن لنا في العفو منك لمطمع. أغثنا أغثنا وارفع الشدة التي أغثنا أغثنا وارفع الشدة التي أصابت وصابت واكشف الضر وارفع. وجد وتفضل من الذي أنت أهله من العفو والغفران يا خير
من رعى. بحدا مقصر شي عنده ياهن؟ رعيدا أنا من أولهم. إليك إله العرش أشكو تضرعا، هل من سواه نشكو إليه؟ في حدا؟ إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعو في الضراء ربي لتسمعا. إلهي حقق ذا الرجاء وكن بنا رؤوفا رحيما، مستجيبا لنا الدعاء، فيا محسنا قد كنت تحسن دائما، يا محسنا كنت تحسن فيا محسنا قد كنت تحسن دائما، ويا واسعا قد كان عفوك أوسعا. فإن لنا في العفو منك مطمعا، فإن لنا في العفو منك لمطمعا. أغثنا وارفع الشدة التي أصابت واكشف الضر وارفع. وجد وتفضل بالذي أنت أهله من العفو والغفران، يأخذ من رعى. في حدا مقصر شيء من الأبيات؟ فبشرهم بعذاب أليم. العذاب يحتاج إلى تحذير أو بشرى. العذاب الأليم يحتاج لتحذير أو بشرى. فبشرهم بعذاب أليم. البشرى في هذه الآية نوع من السخرية والاستهزاء بالكافرين بأنهم أصروا على الأعمال السيئة، والبشرى تؤثر في بشرة الوجه، والبشرى تؤثر في بشرة الوجه. يا بنت انتي ختام، أبوك مات، بهذه بشرى؟ أبوك مات رحمة الله عليه، ألا إذا رحتي على البيت ما عاد تشوفيه؟ ألا بيعودوا ويحطوه القبر وانتي قاعده ما عندي خبر شيء. بتقولي أبي ما شفته، يعني إذا شفتي شو استفدتي منه؟ رح يعطيكي أو يأخذ منك؟
بس إني شوفه ولو لحظة مات راح أبوك مات. ثم إني إذا رحتي على البيت لا يطلع خدعيك لأنه أبوك مات، شغلة طبيعية مات شو أنا من عظيم يعني؟ هاي بشرى أو خبر حزين. المؤمن ما عنده خبر حزين، كل ما يأتيه بشرى. والبشرى تؤثر في بشرة الوجه، الذي يأتيه البشرى كالذي يأتيه إنه بكرة سألوا عنك بدك تروح تراجع الفرع، وجه اثنين مثل بعض. ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه تقريب المسلم من روح الاستبشار والبعد عن التشاؤم الذي هو ضد الاستبشار. السنة الجاية جايكم حمدي على الحج، كلكم رايحين على الحج، حضروا حالكم صغار وكبار. حمدي جاي يمكن يكون إدي نصيب فيها ويمكن يكون أنا مالي نصيب فيها. إذا مالي نصيب فيها بحاول من نروح مع غيرهم. أنتوا رايحين لحالكم، الله هو نعديكم، أنا بحاول أروح لاقي قابلة ثانية أروح معها. وقد حرم الإسلام التشاؤم لأن ما يصيب المرء من خير أو شر فهو يسبب عمله بسبب عمله يصل إلى ما يرضيه أو إلى ما يزعجه. وقد حرم الإسلام التشاؤم لأن ما يصيب المرء من خير أو شر فهو بسبب عمله. شو التشاؤم؟ يعني حابب من أتعلم ما هو التشاؤم. فاطمة جدك أبوك تعرفيه؟ وينه؟ مات؟ رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. إذا أنت بتعرفي أبوك وبتعرفي أبوه، لكن كان لك حديث مع أبوه؟ كان أبوه لطيف معكم أو كان خاسي؟ رحمة الله عليه راح. وقد حرم الإسلام التشاؤم لأن ما يصيب المرء من خير أو شر فهو يسبب عمله. يعني أنا ما بعرف فلانه بالذات لما تفوت لعندي من كثر كاسي، هذا شو اسمه؟ تشاؤم. الكاسه ما انكسرت بدخول فلانه وفلان، الكاسه انكسرت في الوقت الذي انتهى عمرها، انتهت. وكثير من الناس شوفي لأنه فاتت فلانة لعنا انكسر الإبريق. هل في موجود ولا غير موجود؟ هذا اسمه تشاؤم.
فالتشاؤم في الإسلام موجود أو ممنوع؟ شو رأيكم؟ ممنوع. الإسلام وتشاؤم ما في. القدر قدر، يجري القدر من خيره وشره كما يخطط له ربه ويسير على حسب الزمان والمكان والأشخاص. يا بنت رجعي الكرسي مطرحه، يا بنت رجعي الكرسي مطرحه. ما يصيب المرء من خير أو شر فهو يسببه عمله. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون حديثا. من العادات المورثة أن يتشاءم الناس ببعض الأوراق، ببعض الأرقام والأشهر، كالتشاؤم بالرقم 3 و13. لأنكم عم تحكوا لي على رقم 3، لذلك صار عندي مشكلة بالبيت. هي ما لها ارتباط بهي، لا رد هذول الأمور مع بعضهم، هذا حاله هذا حاله. التشاؤم الناس بعضهم، الناس في بعض الأيام والأرقام والأشهر، كالتشاؤم بالرقم 13 والتشاؤم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء في ساعة 12. ديروا بالكم إلا يمر عليكم شيء ناقص يوم الأربعاء. كلام هذا خلط لا أصل له في الإسلام. قال عكرمة: كنا جلوسا عند أبي عباس رضي الله عنهما، فمر طير يصيح، فقال رجل من القوم: خير؟ فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. طير ما يرعي لحاله، وقفت دبانه 3 مرات، كشيتها ورجعت وقفت إلا يكون في شيء. متى قلت إلا يكون في شيء؟ معناه أنا خرجت عن الإسلام. شو شيء بنكون بتشوفوا إلا يصير مشكلة بالبيت؟ كسرت الكاسة، شفتوا شو قلت لكم؟ بده يصير شيء وهي صار شيء. بكرة جوزك بده يمرض، مرض فعلا، هذا مرض لأنه قالوا بده يمرض، هذا المرض جاي لحاله ما له علاقة بهذا. لا تربطوا هي بهي، المرض منه والمعالجة منه. المعالج يعني دواء، المرض قدر والدواء قدر، فنرد القدر بالقدر.
أما نستسلم إنه هذا والله قدر ما نحسن نرد لا 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 فنرد القدر بالقدر. وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عندك هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. شو أنا دون عم بفهموا شيء؟ شو عندنا كان الجامع بساوه؟ كل منه وإليه. فتحت المصحف الصبح مريت معي آيات جهنم اختلفت أنا ومرتي، غان لأني أريت شو دخلت القراءة بالذي جرى. هذا ما العلاقة بهذا. وكثير من الناس بيرتوا بعضه ببعض، يمكن في حدا عاملنا شيء حتى اختلفنا أنا وجوزي اليوم. ما يقولوا الناس فيه شيء، أنا يقيني إنه ما في شيء، المفتاح بيده سبحانه وتعالى. فيوم بضحكات ويوم ببكيك. ومن العادات المورثة أن تشاؤم الناس ببعض الأيام والأرقام والأشهر كالتشاؤم بالرقم 13، والتشاؤم بيوم الأربعاء يوم الأربعاء في ساعة نحس ديروا بالكم. هذا كلام لا أصدقه، بسندوا إلى رسول الله، هذا الكلام لا أصل له. يلي بيصير بيصير الأربعاء والخميس والسبت والأحد والاثنين والثلاثة، ما بيصير إلا يوم الأربعاء لأنه فيها ساعة نحس. كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنه، فمر طير يصيح، فقال رجل من القوم: خير إن شاء الله. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، هذا الطائر هو ماشي عم يعيط. ليش عم يعيط؟ ما بتعرف. ليس هو تشاؤم ولا تفاؤل، طير مر. القطة عم تغسل وشها، إذا دارت وشها على اليمين جايين الضيوف مناح، وإذا دارت وشها على الشمال جايين الضيوف مناح. هذا موجود أو غير موجود، كل ذلك لا أصل له. ولذلك سمي التشاؤم تطير عند أولئك القوم. ولذلك بزجر الطير، أي ارميه بحجر وشوف شلون التمر رايح بنفس الجهة، لما بيغير رايح جهة اليمين، ارمي له حجر يمرق من قدامه سيغير الجهة. مو الجهة فيها شيء ولابد من الإصابة في هذه الجهة، يعني هذا من الأخطاء التي تعلمها الناس من بعضهم. تفاعلوا وسموه السانخ، وإن اتجه شمالا تشاؤم
تشاءموا وسموه البارح. أما التفاؤل وروح الاستبشار باعث على الجد، إذ هو سبب لقوة العزم على المضي في تحقيق المراء، في تحقيق المراتر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفعل ويقول يعجبني التفاؤل، وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل حتى في الغزوات. اليوم السبت ما هيك؟ الأحد، الاثنين، الثلاثة جايكم مطر، هذا تفاؤل، بيجوز ولا ما بيجوز؟ وأملي بالله الله يكرمكم بالمطر، ولو بخبخة مشان ديروا بالكم صلحوا الأسطيح حتى إذا إجت المي وعومت يكون الأسطيح مجهزة. الآن حتى تجيكم بخة. شو اليوم؟ سبت، الأحد، الاثنين، الثلاثة والأربعة إن شاء الله. ويبث روح الأمل والتفاؤل في النفوس. وإذا سمع كلمة فأعجبته قال أخذنا فألك من فمك. وإذا كانت ممنحة ما عندنا خبر فيه، أخذنا فألك من فمك، كما يقال في المثل خذوا فعلكم من أطفالكم، لأن الطفل على الفطرة وسلامة القلب، ولا بد من غرس روح التفاؤل وقلع جذور التشاؤم. فقال تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه. وتضييق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت مجيا، وإذا بلطف الإله يهطل فاه يربي من من التنفس من التيأس الفتاة قلوبنا، يربي من اليأس الفتاة قلوبنا. يعني اليأس ما محمود، التشاؤم ما محمود، التفاؤل محمود. شايفك اليوم مالك على بعضك، والله شايفه منام زعجني، ايه اطمئني ان القدر هل بده يصير بده يصير، فينا ما بينا، بلش حتى نزعل. ليش ما نرضى بالقدر على انه لله، قدر من الله والى الله. قال الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. ما بعد حضرت الله عز وجل وين موجود؟ مين بيحنين إلي وين موجود؟ بالسماء والأرض، موجود في كل مكان، بحيث ناداه العبد يجيبه،
لأنه في كل مكان هو موجود، لا يغيب عن مكان من الأماكن، وهو معكم أينما كنتم، بالبيت على الأسطوح، قاعد تحت بالأبو، وإن ما كنت وهو معكم أينما كنتم. لكن هل من إنسان يستطيع أن يحيط بالله عز وجل؟ لا يمكن. يمكن حضرة الله عز وجل يحيط بالإنسان؟ ممكن، مو بالإنسان، يحيط بالأماكن التي فيها الإنسان. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق. سر السعادة في حسن ظن بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. يعني أنا بدي أسأل سؤال، يعني خلقني الله، فالله خلقني مشان يجوعني، شو رأيكم؟ أو خلقني حتى يطعميني ويسقيني، بعد ما صار لي أشرب هلا بشرب بعد شوية، أليس الماء موجود وهو موجود؟ بعد ما شربت هلا بشرب بعد شوية، لا، الماء موجود ولا يمكن أن يجف الماء. ولا يمكن أن يجف الماء. والإسلام يقر التفاؤل بأنه يبشر العزيمة ويدفع العمل بخلاف التشاؤم. تشاؤم ما في عندنا نحن، إسلام وتشاؤم ما في. اليوم ما نزلت المطر، الله غضبان علينا ما نزل المطر، هذا كلام ما صح، ما صح. في ناس يحكوا هيك شيء ولا ما في؟ الكلام هذا لا أصل له. إذا أتت المائدة الربانية سواء كان الصورة موجودة أو غير موجودة، فعنده في صور كثير، بقيم صورة، بحط صورة، بيعدلنا الصور، بيأرجينا صور جديدة ما بنعرفها، قادر أو غير قادر. الكاميرا مسلطة، ممكن يعمل لها دورة ويرجعها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العزيمة ويدفع إلى العمل بخلاف التشاؤم، فإنه مرض نفسي يدعو إلى التراجع وعدم النهوض إلى الأمام. فالتفاؤل بقدر الله سبحانه وتعالى والرحمة بما قسم لنا يقلب القدر صفا، يقلب القدر صفا. والتعاسة سعادة، والحزن سرور. وكان الصحابة يتفاءلون بالخير إذا ضاقت عليهم الأمور. أيها الشاكي، وما لك داء
كن جميلا، ترى الوجود جميلا، فإنما يدوم سرور ما سررت به، ولا ترد عليك الفائت الحزن، يعني الحزنان لا تطلع فيه، طلعوا به اللي من شرح الصدر من شرح صدوركم، طلعوا بالمقبل تقبلون، بتطلعوا بالمدبر بصير عندكم حالة الإدبار، حالة الإدبار بصير عندكم. بل واجب على المؤمن أن يغرس روح التفاؤل ويقتلع جذور التشاؤم. إذن ما هي الوسائل إلى تثبيت روح التفاؤل؟ قال: التوكل على الله تعالى واللجوء إليه. هذا بيعطيك القدرة الربانية بأن تثق بالله وحده وأن لا يكن لك سواه. فالواجب على المؤمن أن يغرس روح التفاؤل ويقتلع جذور التشاؤم. إذن ما هي الوسائل التي تثبت روح التفاؤل؟ قال: أولها التوكل على الله تعالى واللجوء إليه. في حدا غيره؟ في حدا إذا كان لجعنا إله بيعطينا التفاؤل اللي الله بيعطينا إياه؟ ما في. إذن نأخذ التفاؤل من الله عز وجل. بعد كم يوم جايكم المطر، بدأت الشتوية وبدأ الخير. اليوم ما في مطر، وبكرة وبعد بكرة يلي بعده إن شاء الله جايكم مطر. ديروا بالكم، حضروا الأساطيح، عزلوا البلاليع، لا تتهاونوا بكرة تقولوا طفنا ما بنعرف ليش لأن البلوعة مصطومة. طلعوا على السطح، ساووا البلاليع حتى تضمنوا إذا نزلت المطر ما تعوم على السطح. ما تعومت على السطح بصير السطح من السطح منش. وللذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يتضيق حولنا الآفاق، الآفاق سر السعادة، حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. مين هذا؟ أنا مشتي أعرفه، عرفتم أنتم مين؟ وهو معكم أينما كنتم. يعني لا يمكن نترك لحظة من اللحظات، وهو معكم أينما كنتم. إذا عم تحكي أنت وأختك بالوشوشة، هل هو يسمع ويعلم المقاصد ويسجل المقاصد التي قصدت بالوشوشة؟ إذن هو على علم بكل شيء، كل شيء بيصير هو على علم، لكن أنا على جهل. قال: والإسلام يقر التفاؤل بأنه يشدد العزيمة ويدفع إلى العمل بخلاف التشاؤم، فإنه مرض نفسي يدعو إلى التراجع وعدم النهوض إلى الأمام. فالتفاؤل بقدر الله تعالى والرضا بما قسم لنا ربنا بقلب الكدر
صفو، إذا حطيت الكدر علم الصفو، أنا بغلب الكدر ولا الصفو؟ الصفو يغلب الكدر ويغلب التعاسي، ويجعل التعاسي سعادة والحزن سرور. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتفاعلون بالخير إذا ضاقت عليهم الأمور. أيها الشاكي، وما بك من داء؟ أيها الشاكي، وما بك من داء؟ كن جميلا، ترى الوجه، ترى الوجود جميلا. فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرتد ولا يرد عليك الفائت الحزن. بل واجب على المؤمن أن يغرس روح التفاؤل ويقتلع جذور التشاؤم. إذن ما هي الوسائل التي تبحث روح التفاؤل؟ التوكل على الله تعالى، واللجوء إليه، والدعاء بالقبول والتوفيق. فالتوكل هو الاعتماد الكلي على الله عز وجل، وتفويض الأمر إليه كما قال تعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنتم هلأ عملوا تصنيف المؤمنين، يرفعوا أصابعهم عند حالهم. يأخذوا من الآية ما يرضيهم، والتوكل على الله سبحانه وتعالى ودرجاته الصبر عند البلاء. إذا جاء البلاء فالنصر يخطر. ما يصيب المسلم من نصب، من تعب، ولا وصب. الوصب يعني وجع دائم ومرض لا ينقطع، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. يعني الشوكة إذا الواحد يشاك بتكون كفارة لبعض الخطايا. والصبر على المرض، الأمراض والأوجاع، فكل ما يصيبه خير له. وللصبر على المرض والابتلاء ثواب عظيم عند الله تعالى، وذلك أن الله تعالى جعل الابتلاءات كفارات لذنوب المؤمن ورفعه لدرجاته. منها الرضا بالقدر خيره وشره من الله تعالى. شو ما صار أنا راضي، هل أملك سوى الرضا؟ فإذا ما بملك إلا الرضا فأنا راضي. وهو تقبل ما يقضيه، ما يقضي به الله من غير تردد ولا اعتراض. والرضا بقضاء الله وقدره هو أن ترضى به مدبرا ومختارا
وترضى به قاسما ومعينا ومانعا وتاركا، وترضى به إلها معبودا. ومن أعطى الرضا بقضاء الله وقدره والتوكل والتفويض فقد كفي. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما غاب عبد عليه توكلا. وكن واثقا بالله وارضى بحكمه، تنيل الذي تجدو منه تفضلا. وقال داود لابنه سليمان: يا بني يستدل على تقوى العبد بثلاث: حسن التوكل فيما يأتيه، وحسن الرضا فيما أتاه، وحسن صبره فيما فاته. إذا ما أجانا نملك الصبر، لذلك خذوا هالكمبيت: توكل في رزقك على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأبقيت أن الله لا شك رازقي، وما بك من رزق فليس يفوت لي ولو كان في قاع البحار. العوامض سيأتي لك الله بفضله، ولو لم يكن مني لسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حرة حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. يعني يلي بيجي من عنده اللي بروح لعنده الاستسلام للقدر الإلهي فهو الرضا بكل ما يأتي من الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود يرزق الطير تغدو خماصا وتعود أي ظاهر ضامر البطور من الخشوع وتروح بطانة تعود إلى أعشاشها قد امتلأت بطونها. من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله كافيه وناصره ومعينه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفرطت أمري إليك، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، إني أسألك صدق التوكل عليك. ويروى أن حاتم الأصم قال لزوجته: إني أريد السفر، فكم أترك لك من النفقة؟ قالت: بقدر ما تعلم أني أعيش به بعد سفرك.
فقال: وما ندري كم نعيش. قالت: وكل الأمر إلى من يعلم ذلك. فلما سافر حاتم الأصم ودخل النساء على زوجته يتوجعن لها من كونه قد سافر وتركها بلا نفقة، وأجابت بكل ثقة وتوكل وهي راضية: إن زوجي حاتم كان أكالا ولم يكن رزاقا، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. لا يكون ثقتكم بغير الله، خلي تكون الثقة بالله عز وجل، وما سواه اتركوه لأصحابه. خلينا نشر نحن بالثقة بفضل الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.